الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفروع أيضا من جميل ما يذكر في التفريع عن هذه القاعدة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فانظر رحمك الله إلى هذا الفقه العظيم، هذا هو الفقه الذي نريد أن نربي عليه أنفسنا في هذه الدورة. اختصره لنا علي بن أبي طالب في هذا الحديث، وتالله إن هذا الفقه هو أعظم الفقه على وجه الأرض، أعظم فقه على وجه الأرض أن تدع الرأي الذي تراه أنت صوابا لأنك رأيت الدليل بخلافه، أعظم فقه على وجه الأرض أن تتهم رأيك من أجل أن يبقى الدليل على حاله، أن تتهم عقلك ونتائج فكرك واجتهادك لأنك ترى الدليل أوجب بالمحافظة وأوجب بالرعاية وأوجب بالتقديم. وإلا فإنك لو رأيت الخفة فإن ما يباشر الأرض أولى بالمسح مما لا يباشر الأرض، هذا رأيا وعقلا. ولكن علي بن أبي طالب نسف رأيه ونسف عقله اتهم اجتهاده. لماذا؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. إذا جاء الحديث خلاص تتوقف الآراء وتتعطل العقول، إياك أن تعارض النص الصحيح بشيء، فلا رأي ولا قول ولا اجتهاد ولا عقل إن كان على مخالفة ما اقتضاه النص الصحيح. الزموا الجادة يا إخوان، هذه هي الجادة، والله إني لكم ناصح إن هذه هي الجادة. إن كنت تريد أن تكون عالما حقا راسخا ينفع الله عز وجل بك الأمة،